يأتي هذا المؤتمر انسجاما مع رسالة جامعة القدس ورؤيتها والتي تحملها وتؤمن بها. وجامعة القدس ترى بأن وظائفها لا يجوز أن تنحصر داخل أسوارها، بل لا بد أن تنطلق وتتوسع لتلامس قضايا المجتمع والتعرف إلى المشكلات التي تواجه ميادينه المختلفة بمنهجية علمية سلمية قائمة على البحث العلمي الميداني. شكراً لجامعة القدس على تنظيم هذا المؤتمر. بالتالي أنا بعتبر هذا هو إعلان مبادئ لما هو قادم. يجب أن يكون في مؤتمر متخصص حول، على سبيل المثال، حول التعليم نفسه بيداغوجي، حول الإرشاد والصحة النفسية لأولادنا. Of course, this cooperation is aiming to strengthen the Palestinian authorities, Palestinian government, and Palestinian people in their resistance to this occupation we hope which will end soon. Thank you. نأمل من خلال الدراسات اللي قدمت في بعض الجوانب، نحن لا نستطيع أن نتكلم عن مشكلات كل التعليم العام، وإنما نتكلم عن بعض القضايا المتعلقة بالتعليم العام. عندما تجتمع هذه القضايا في هذا المؤتمر ومؤتمرات أخرى، لعلها تشخص الواقع المطلوب وتضع حلولاً تتناسب مع اللي هو الظروف والإمكانيات اللي بيعيشها الشعب الفلسطيني. شاركت اليوم بالمؤتمر سفراء القدس طبعا للتعليم العالي وايضا لتحل مشاكل التعليم في فلسطين. ان شاء الله نكون بهذا المؤتمر وصلنا لنتيجه نتيجه مفيده للتعليم، بتفيد التعليم.